إن دولة مسلمة تبنت كأس للعالم وأنفقت فيه مئات المليارات، ونسأل الله أن يغفر لها، لأن أهلها والمسؤولون عنها فعلوا صنيعا لعل الله أن يكفر بهم، أن يكفر به ما بذل من أموال في غير وجهها، لكنهم فعلوا خيرا ونشكرهم على هذا الخير الذي فعلوه، ألا وهو حرب من يفعلون فعل قوم لوط. لأن الحرب بالسيوف الآن حرب استطاعوها أن يفعلوا، أن يمنعوا من يقومون بعمل قوم لوط من إظهار شريعة الكفر هذه التي سنها الكفار في أمريكا وفي بريطانيا، استطاعوا أن يمنعوها بإذن الله عن أن تدنس بلادهم البلاد المسلمة قطر. فشكرا لحكام قطر على ما صنعوه في هذا الجانب. وأما التحفظ على كأس العالم بما فيه، فنتحفظ على تشجيع سواء في قطر أو في غير قطر، ولا نحب أن ينخرط الناس في سلك عبث، إنما أيضا الشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر، ونقول للمحسن أحسنت في هذا وللمسيء أسأت في هذا. يشكر على منعهم شعار من يفعلون فعل قوم لوط من تلويث أراضيهم، والشكر أيضا موصول لهم لما بذلوه من جهد لتوعية الناس ولدعوة الناس إلى الإسلام، فحقا إنه لجهد مشكور في هذا الصدد، دعوة الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعريف الناس بالإسلام الذي غفل عنه الكثيرون. فيشكر من دل الناس على الخير، يشكر من دل الناس على المعروف، يشكر من منع الخبائث من أن تطأ بلاده، يشكر من منع الخبائث أن تطأ بلاده، يشكر من منع الناس من الخمور. ودول الإسلام تتأسى، ولا تتأسى بالكرة، فالكرة ضياع فوق ضياع، لكن تتأسى بتبني الدعوة إلى الله ونشر الدعوة إلى الله في بلادها، فإن الله يدفع عن البلاد السوء والعذاب بصلاح الصالحين، بصلاح الصالحين، باستقامة المستقيمين، بدعوة الداعين إلى الله. الله يقول في كتابه الكريم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذا كان هناك عابثون يكون هناك مصلحون حتى تصلح الأمور وحتى تنقذ السفينة من الغرق. مع يا بلاد المسلمين، نظفوا بلادكم من الكفر، تأسوا بتنظيف البلاد. دولة صغيرة كقطر، ولكن بغض النظر عن كأس العالم وما كأس العالم فنذمها إنما كان وإنما حل، لكن نظفت بلادها من خمور قدر الاستطاعة والجهد، ومن نزول من يفعلون قوم لوط، وأنا لا أسميهم المثليين كما يسمون، لا، من يفعلون قوم لوط، فعل قوم لوط، حتى تنظروا إلى كتاب الله والعقوبات التي حلت بهم. قال الله تعالى: والمؤتفكة أهوى، وهي مدائن قوم لوط، سميت بالمؤتفكات لأنها رفعت إلى السماء وقلبت إلى الأرض وأتبعت بحجارة من سجيل منضود. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فأصابها من عذاب الله ما أصابها. معشر الحكام، قوموا بما أوجبه الله عليكم، فإن ربكم الأعلى يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أعلموا معشر الحكام، أعلموا يا معشر المسؤولين، أن الله قال في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأمره سبحانه كما قال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح من البصر. لا مثنوية في كلام الله، الله لا يكرر كلامه كثيرا للأوامر والنواهي، بل إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فاحذروا على أنفسكم، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.